بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نكمل مع بعض دراستنا في سفر الخروج. احنا كنا خلصنا الأصحاح 30 والنهاردة إن شاء الله ناخد 31 وندخل شوية في 32. احنا اللي خلصنا إنه كل التفاصيل بتاعت خيمة الاجتماع وملابس الكهنة وتقديس وتكريس الكهنة وتجهيز وتكريس مذبح البخور وترتيب كل مكونات الخيمة وتجهيزها، كل ده موسى على الجبل لسه، ده مجرد ايه كلام. كل التفاصيل دي موسى خدها كتبها، وبعدين التفاصيل دي كلها يا ترى موسى هيعملها ازاي؟ ده راجل عجوز وما عندوش خبرة في تصنيع الحاجات دي كلها، ده اللي خشب واللي ذهب واللي قماش واللي نحاس واللي فضة، وتفاصيل وترتيبات دقيقة، يعملها ازاي موسى؟ ربنا بيديله أمر بيقوله تعمل كذا وتعمل كذا وتعمل كذا وتعمل كذا، يعملها ازاي موسى؟ دي بقى اللي هنشوفها في الإصحاح 31، إن دايماً ربنا لما يكلفنا بمهمة بيبعت لنا كل الوسائل المساعدة، يبعت لنا الناس اللي تساعدنا، يدي النعمة، يدي الموهبة، بحيث إن الإنسان اللي يجي ينفذ كلام ربنا يقول له طب أعمل إيه يا رب؟ يقول لك هو عندك فلان هيساعدك وفلان، أنا هرتب لك كل حاجة، أنا هرتب لك كل حاجة. اللي يقول لربنا حاضر يلاقي ربنا بيشتغل معاه حتى ولو كان ضعيف الإمكانيات هو بشخصه أو عديم الإمكانيات، ربنا هيبعت له ويرتب له كل الإمكانيات. تعالوا نشوف كده بيقول له إيه على مين اللي هيشتغل له في موضوع الخيمة ده وكل تصنيع الحاجات والمكونات بتاعتها. وكلم الرب موسى قائلا انظر قد دعوت بصلائيل ابن أوري ابن حور من سبط يهوذا باسمه، وملأته من روح الله بالحكمة والفهم والمعرفة وكل صنعة لاختراع مخترعات، ليعمل في الذهب والفضة والنحاس ونقش حجارة للترصيع ونجارة الخشب، ليعمل في كل صنعة، وها أنا قد جعلت معه أهولياب ابن أخي سماك من سبط دان، وفي قلب كل حكيم القلب جعلت حكمة ليصنعوا كل ما أمرتك، خيمة الاجتماع وتابوت الشهادة والغطاء الذي عليه. وكل آنية الخيمة والمائدة وآنيتها والمنارة الطاهرة وكل آنيتها ومذبح البخور ومذبح المحرقة وكل آنيته والمرحضة وقاعدتها والثياب المنسوجة والثياب المقدسة لهارون الكاهن وثياب بنيه للكهانة ودهن المسحة والبخور العطر للقدس حسب كل ما أمرتك به يصنعون. يبقى ربنا عطى أوامر وعطى معاها الإمكانيات. عمر ما ربنا ما يدينا وصية وما يديناش الإمكانيات بتاعتها. ساعات الناس تستكتر، يا رب بتطلب مني أحب عدوي إزاي؟ هو هيدينا الإمكانيات، هيدينا طاقة الحب اللي نحب بيها. تطلب مني أسامح إزاي؟ أنا هديك القلب النقي، أنا اللي هخلي قلبك يتملي بالسلام فتسامح. ربنا دايما لما يدي وصية يدي معها كل الإمكانيات. فعطى موسى وصية. الحقيقة موسى كان أمين، قاعد يكتب 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 ويسمع ويدون، وتفاصيل كبيرة وكتيرة عايزة ناس فنانين في أمور يعني صنايعية في حاجات صعبة ما تعملتش قبل كده، ما فيش زيها قبل كده. فيعمل إيه؟ قال له بص، في واحد اسمه بصلائيل، بصلائيل ابن أوري ده من سبط يهوذا، أنا هحط فيه حملاه من روح الله بالحكمة والفهم والمعرفة وكل صنعة، هديله موهبة
انه يشتغل لك ويخلص لك كل حاجه في الشغل بتاعك في الكنيسه. ساعات كده ربنا يبقى عايز مننا حاجه نعملها في الكنيسه فيبعت لنا الشاطر اللي يقعد يعمل لنا الحاجه على افضل ما يكون وزي ما ربنا عايز بالظبط. اذا كان في حاجه ربنا عايزها بالظبط هيبعت يحط روحه في انسان يتملي من المعرفه والفهم والحكمه علشان يقعد يشتغل. وهقول كمان لواحد تاني يساعده يبقى مساعد ليه اسمه أهولي آب. بنسبت ده يبقى زي الايه دراعه اليمين يساعده. طب دول هيعملوا ايه ولا ايه؟ دول هيعملوا كل حاجه وفي ناس كتيره هتساعدهم، لكن هما اللي هيعملوا هيقوموا بالشغل، هما المسؤولين. مفيش حاجه مش منظمه، في ناس هتبقى مسؤوله وانا اللي اخترتهم لك، مجرد تحطهم في وضع المسؤوليه وتديهم الكلام كله اللي انا عطيته لك يبصوا كده في الكتالوج وينفذوا، يبصوا في الكلام اللي انا عطيته لك وينفذوا. طب هيعملوا ايه؟ خيمه الاجتماع عندي قماش، تابوت الشهاده ده خشب وذهب، والغطاء الذي عليه ده ذهب، وكل انيه الخيمه في حاجات من ذهب وفي حاجات من فضه وفي حاجات، والمائده وانيتها والمناره الطاهره. شوفوا المنارة الطاهرة، اشمعنى دي الطاهرة يعني؟ دايما الطهارة مرتبطة بالنور، دايما النجاسة مرتبطة بالظلمة. ولاد ربنا ما بيحبوش الظلمة، ما بيحبوش النجاسة، يحبوا النور، يحبوا الطهارة. المنارة الطاهرة، دايما الطهارة مرتبطة بالنور والسلوك في النور. منارة وكل آنياتها ومسبح البخور ومسبح المحرقة إلى آخره، والثياب وغيره ودهن المسحة والبخور. دول متخصصين في حاجات كتيرة ولا إيه؟ من هملاه من روح الحكمة والفهم والمعرفة عشان يعمل كل حاجة مظبوط، يعمل كل حاجة مظبوط. ودي نقطة برضو مهمة، إنه المسؤول في الكنيسة يشوف مين اللي عنده الموهبة ويديله المسؤولية يقوم بالشغل. الحاجات دي ما فيهاش مجاملة، ما اجيبش واحد قريبي عشان هو قريبي مثلا ولا صديقي ولا على مزاجي وهو كفاءته 70% بس. لا، ده واحد زي بصلائيل ده كفاءته يقول لك ما املاه وملأته من روح الله بالحكمه والمعرفه والفهم وكل صنع، يعني كفاءته 100% عشان ينفذ شغل ربنا 100%. طب بصلائيل ده خبرته ايه قبل كده؟ يعني مش باين ان عنده خبره يعني، بس هو اتملى من روح ربنا. ربنا عطاه وعي وفهم وحكمه. هو لا صنع الحاجات دي في مصر قبل كده، ولا الحاجات دي جديده خالص، ما كانش موجود زيها، لكن ربنا عطاه له نعم. فاحنا مهمتنا ان احنا لما نلاقي حد كده ربنا عطيه نعمه في حاجه يبقى هو المسؤول عنها. مفيش مجاملات في الحاجات دي، مفيش واحد يقول انا متبرع اعمل الحاجه الفلانيه. لا، ربنا مش عطيه نعمه في الموضوع، مش هيؤدي كويس والشغل مش هيطلع مظبوط. ربنا هو اللي يدي وربنا هو اللي يختار، ونطمن ان ده اختيار ربنا، يوم الشغل يطلع مظبوط. فكل حسب كل ما امرتك به يصنعون. من اول عدد 12 يقول ايه؟ وكلم الرب موسى قائلا وانت تكلم بني اسرائيل قائلا ثبوتي تحفظونها لانه علامه بيني وبينكم في اجيالكم لتعلموا اني انا الرب الذي يقدسكم فتحفظون السبت لانه مقدس لكم من دنسه يقتل قتلا ان كل من صنع فيه عملا تقطع تلك النفس من بين شعبها. سته ايام يصنع عمل واما اليوم السابع ففيه سبت عطلة مقدس للرب، كل من صنع عملا في يوم السبت يقتل قتلا، فيحفظ بنو إسرائيل السبت ليصنعوا السبت في أجيالهم عهدا أبديا، هو بيني وبين بني إسرائيل علامة إلى الأبد لأنه في ستة أيام صنع الرب السماء والأرض وفي اليوم السابع استراح وتنفس. دي وصية بخصوص إيه؟ يوم السبت.
بيأكد عليها ربنا لموسى علشان يأكد عليها للناس. بيقول له السبوت دي بتاعتي أنا، ده يوم بتاعي أنا، ده مخصوص لي علشان تتقدسوا لما تقربوا مني، لما تقضوا اليوم معايا تتقدسوا. فيوم السبت ده يتحفظ لأنه علامة بيني وبينكم في أجيالكم، أن لتعلموا أني أنا الرب الذي يقدسكم. يقدسنا إزاي إلا لو حطينا نفسنا بين إيديه؟ يقدسنا إزاي إلا لو قضينا وقت معاه؟ يقدسنا إزاي إذا ما كناش بنصلي وبنقرأ كلامه؟ فيوم السبت ده مخصص لربنا، يوم راحة من العمل علشان الإنسان يستريح في ربنا، يقضي اليوم كله مع ربنا. فتحفظون السبت لأنه مقدس لكم. هتلاقوا دايما رابطة بين اليوم بتاع ربنا ده والتقديس، التقديس اليوم بتاع ربنا والتقديس. اليوم ده يبقى بتاع ربنا ومقدس لربنا، زي في العهد الجديد يوم الحد ده يوم الرب، يوم مقدس لربنا، يبقى مكرس لربنا. واللي يدنس السبت يعني يتشغل فيه بحاجة تانية غير ربنا يقتل قتلا، دايما ما يستاهلش يعيش لربنا ولا يبقى من ولاد ربنا. كل من صنع فيه عملا تقطع تلك النفس من بين شعبها. واضح ان طبعا زي ما قلنا قبل كده ان العقوبات كانت عقوبات مادية في ذلك الوقت، والمكافآت برضو كانت مكافآت ايه؟ مادية. هياخدوا ارض، هياخدوا غنى، هياخدوا عمر طويل، هياخدوا ولاد كتير، ياخدوا خير، خيرات مادية. ولو عقوبة تبقى عقوبة مادية برضه. في العهد الجديد بقى الوضع اترقى بقى، بقينا على مستوى روحي، فالعقوبة عقوبة خطيرة خالص بقى، روحية، حرمان من الحياة الأبدية، حاجة رهيبة. والجوائز برضه جوائز روحية، وما بندورش على حاجة هنا في الأرض، احنا بندور على السماء ومجد السماء. فالسبت ده يكون ايه؟ عطلة مقدسة. وحفظ السبت زي ما قلت انه تكريس لوقت، ليوم في الاسبوع مع ربنا، تكريس لليوم ده علشان نقوي الشركة مع ربنا فنتقدس. طبعا في العهد الجديد بقينا كل حياتنا لربنا، مش بس يوم الحد، كل حياتنا لربنا، كل وقتنا المفروض لربنا، كل حاجة نعملها لتمجيد ربنا. وقال ان ده عهد وعلامه، تلاقيه بيقول كده في عدد 16 و17 عهدا ابديا، وبيني وبين بني اسرائيل علامه الى الابد. عهد وعلامه، انه ربنا حابب يدخل معانا في عهد، ويبقى في علامه واضحه ان في يوم لربنا، في هذا اليوم في حياتنا كلها ربنا، في علامه واضحه ان احنا بتوع ربنا في سلوكنا وفي حياتنا وفي وقتنا. فدول النقطتين اللي احنا ايه اللي هنلاقيهم في الإصحاح 31. النقطة الأولى موضوع التعيين بصلائيل والرجل الأهولياب المساعد بتاعه علشان تجهيز الخيمة، وقلنا فيها انه ان ربنا زي ما بيرتب وبيدي وصايا بيدي معاها الناس اللي هي تساعدنا فيها علشان خاطر يعملوا حسب بالظبط ما ربنا عايز. والحاجة الثانية التأكيد على حفظ يوم السبت عشان يكون مقدس لربنا ومقدس لينا، مقدس لينا لما نقضي وقت حلو مع ربنا. ثم أعطى موسى عند فراغه من الكلام معه في جبل سيناء. مين اللي أعطى موسى؟ الله. فهنا أعطى الله موسى، موسى مفعول به، عند فراغه من الكلام معه في جبل سيناء لوحي الشهادة، لوحي حجر مكتوبين بإصبع الله. في آخر المقابلة عطاله الإيه؟ عطاله لوحي الشريعة اللي هم فيهم الوصايا العشر. بعد كده الإصحاح 32 نبتدي في جزء تاريخي لحد الإصحاح 35. ولما رأى الشعب أن موسى أبطأ في النزول من الجبل، اجتمع الشعب على هارون وقالوا له قم اصنع لنا آلهة تسير أمامنا، لأن هذا الرجل موسى، لأن هذا موسى الرجل الذي أصعدنا من أرض مصر لا نعلم ماذا أصابه. فقال لهم هارون انزعوا أقراط الذهب التي في آذان نسائكم وبنيكم وبناتكم وأتوني بها،
فنزع كل الشعب أقراط الذهب التي في آذانهم وأتوا بها إلى هارون، فأخذ ذلك من أيديهم وصوره بالإزميل وصنعه عجلا مسبوكا، فقالوا هذه آلهتك يا إسرائيل التي أصعدتك من أرض مصر. فلما نظر هارون بنى مذبحا أمامه، ونادى هارون وقال غدا عيد للرب، فبكروا في الغد وأصعدوا محرقات وقدموا ذبائح سلامة، وجلس الشعب للأكل والشرب ثم قاموا للعب. ياه، إيه ده؟ انتكاسة مذهلة، انتكاسة. كل ده عشان موسى غاب عن عينيهم 40 يوم. انتكاسة مذهلة. لما رأى الشعب أن موسى أبطأ في النزول، في تقدير الناس أن موسى أبطأ، لكن الحقيقة موسى ما أبطأش، موسى كان صايم وبيتكلم مع ربنا. النقطة الخطيرة أن الشعب لا يزال مرتبط فقط بموسى، مش مرتبط بربنا، مرتبط بشخص يوم ما يحصل حاجة يروحوا يتخانقوا معاه، يروحوا يشتكوا له، يروحوا يصرخوا في وشه. يا جماعة، اللي انتوا شايفينه ده الشخص بيعمله بقوته. موسى هو اللي بيشق البحر بعضلاته، موسى بيخلي مصر تتضرب بالضربات دي كلها بحكمته بقوته بعضلاته. ما تفكروا بس شوية حتى، يعني انتوا من كل ده ما انتوش شايفين قوة ربنا؟ لازم حاجة شايفينها قدامكم. يعني لو انتم مش شايفين ربنا بعينكم المادية دي مجسم قدامكم ما تؤمنوش. ده احنا طول الرحلة بتاعت سفر الخروج في الإصحاحات اللي قريناها قبل كده، تذمر وارتداد عن الإيمان وتجاهل تام ان ربنا موجود وان ربنا هو اللي بيشتغل وهو اللي بيعمل كل الأعمال العظيمة، هو اللي بيوكلهم، هو اللي بيشربهم، هو اللي بيحميهم. ده مروا بمراحل من فرعون لعماليق لأكل والشرب لظروف صعبة مروا بيها، وربنا محوط عليهم السحابة بتاعته فوقيهم مضللة عليهم. يعني رعاية واضحة جدا. ده إذا كان السحرة بتوع فرعون من ثالث ضربة قالوا هذا إصبع الله، السحر الوثنيين اللي بيشتغلوا مع الشيطان من ثالث ضربة قالوا هذا إصبع الله. ده انتوا بقالكوا سنة شايفين كل حاجة بتحصل، وخرجتوا شفتوا البحر حصل له ايه، وشفتوا والسحابة واقفة فوقيكم، ولسه واكلين من ايد ربنا النهاردة. وبعدين ربنا ده ملغي من الحسابات تماما. موسى لما غاب شوية قال لك لا، شوف لنا بقى حاجة تانية، بقى شوف لنا حاجة تانية يا هارون، وراحوا لهذا القائد البديل اللي ما كانش مهيأ أصلا للقيادة وضعيف، وضغطوا عليه. ولك اجتمع الشعب على هارون، عارفين يتلموا عليه، وقالوا له بص بقى، قم اصنع لنا آلهة تسير أمامنا، خلاص مش هنستنى أكتر من كده. يعني إيه؟ يعني ربنا اللي بدأ معنا السك هيسد فستان؟ ربنا اللي خدنا بإيدينا ومشي بينا، ده شالنا، يقول لك حملكم على أجنحة النسور، ده شايلنا وماشي بينا. إحنا بقالنا سنة الأكل بيجي لنا كل يوم، ما تأخرش يوم، أحذيتنا لم تبلى، ثيابنا لم تبلى، وربنا بيشتغل معانا بشكل واضح واضح. قال هندور على بديل، عشان ربنا اتأخر شوية نروح ندور على بديل. ممكن البديل يكون بقى ايه؟ تفكيرنا الشخصي، مهارتنا الشخصية، أساليب غير أساليب ربنا خالص. في ناس كده ربنا اتأخر شوية فنظرهم يبدو ان هو اتأخر، هو كان امتحان بسيط وبيجهز لهم حاجة حلوة.
ده بيجهز لهم وصايا الحياة الأبدية، وبيجهز لهم إن هم يعيشوا مع بعض ربنا في وسطهم، والخيمة يحل فيها وهم يبقوا حواليها، يبقوا يعني مستمتعين بالشركة مع ربنا. ربنا بيجهز لعهد والشركة وهم مش في مخهم خالص، هم بيفكروا في الآلهة بتاعت المصريين، نحط لنفسنا حاجة كده تمشي قدامنا. تمشي قدامنا يعني ايه؟ يعني ايه تمشي؟ ايه في تماثيل هتمشي؟ ده ربنا هو اللي كان بيحركنا، ربنا هو اللي بيمشي قدامنا بعمود النار وعمود السحاب. دلوقتي وقف عشان عايز يتكلم معانا. يعني ايه؟ ضغطوا على هارون. فبالرغم كل العجائب والمعجزات الفائقة اللي ربنا عملها معاهم، ما كانوش شايفين ربنا، كانوا شايفين موسى بس. ولما موسى اختفى انهاروا، انهاروا وارتدوا. وبعدين هذا الرجل موسى الذي أصعدنا من أرض مصر لن نعلم ماذا أصابه، بقى يعني يتقال كده؟ يتقال موسى الرجل الذي أصعدنا من أرض مصر؟ بقى موسى اللي أصعدكم؟ هو موسى اللي أصعدكم؟ الرجل الذي أصعدنا من أرض مصر لا نعلم ماذا أصابه، يعني موسى بدراعه وبعضلاته وبذكائه وبحلته هو اللي أصعدكم؟ ولا قوة ربنا من الألف لليه؟ وموسى كان طول الوقت يشاور لهم على ربنا، موسى ما قصرش، طول الوقت يقول لهم الرب يقاتل عنكم وأنتم تصمتون، قفوا وانظروا خلاص الرب، أنا ما عنديش حلول، ربنا هيوكلكم النهاردة، ربنا هيدافع عننا، ربنا كذا، عمال يقول لهم دايما، يوجههم إن ربنا هو القائد، ربنا هو اللي أصعدهم، ربنا هو اللي بيعمل كل حاجة مش أنا. هارون لما ضغطوا عليه، عارفش جات له منين الفكرة دي، قال لهم إيه؟ هاتوا لي الحلقان اللي في ودانكم. معرفش يعني ليه يعني، هاتوا لي الحلقان اللي في ودانكم. مش معنى الحلقان يعني ما كانش يعني ليه ما مش غوايش، ليه مش سلاسل، معرفش، يمكن عشان صعبة شوية إنهم يطلعوا من ودانهم، ما أعرف. المهم يعني قال لهم لموا لي كل الذهب اللي في ودانكم. فجابوا الستات والعيال كلهم، جابوا له الإيه الذهب. وبعدين جابوها لهارون وقعد عملها إيه؟ عملها عجل وحطها له. فقالوا هذه آلهتك يا إسرائيل التي أصعدتك من أرض مصر. يا خسارة، عايزين يشوفوا إله مجسم قدام عينيهم، مش عايزين يمشوا، مش عايزين يكملوا بالإيمان، مش عايزين يمشوا ورا ربنا بالإيمان، بالإيمان بما لا يرى، بالإيمان ويمشوا ورا ربنا بإيمانهم وبقلوبهم، عايزين يمشوا ورا عينيهم المادية. واللي يمشي وراء أمور المادة وعايز يشوف كل حاجة بعينيه، ده ممكن جدا ينحرف، وممكن جدا يعني ينحدر بعيد عن ربنا وفي الآخر يتكسر، لأنه ماشي بالعينين المادية بس، عايز يشوف، عايز يشوف. طب لو ما شافش يبتدي بقى ينكر الإيمان ويسقط ويسقط. عملوا كده وبدأ بقى عملوا مذبح وبدأوا يقدموا ذبائح ويعملوا عيد. يقول لك وجلس الشعب للأكل والشرب ثم قاموا للعب. يعني ايه قاموا للعب؟ انا عايز اقول ان الشيطان هو اللي بدأ يلعب بيهم بقى. بدأ الشيطان يلعب بيهم، بدأوا يلخبطوا بقى نجاسات وحاجات وحشة. ما هو خطوة خطوة لحد لما الشيطان يتملك من الإنسان ويلعب به، لما يسحب الإنسان بره طريق الإيمان يقول له لازم حاجة ملموسة، شوية شوية يبتدي بقى يلعب به خالص، يلعب به ويغرقه بقى في النجاسة. فقال الرب لموسى، كان لسه موسى فوق،
ما مشيش. فقال الرب لموسى: اذهب انزل، لأنه قد فسد شعبك الذي أصعدته من أرض مصر، زاغوا سريعا عن الطريق التي أوصيتهم به، صنعوا لهم عجلا مسبوكا وسجدوا له وذبحوا له وقالوا: هذه آلهتك يا إسرائيل التي أصعدتك من أرض مصر. وقال الرب لموسى: رأيت هذا الشعب وإذا هو شعب صلب الرقبة، فالآن اتركني ليحمى غضبي عليهم وأفنيهم فأصيرك شعبا عظيما. فتضرع موسى أمام الرب إله وقال: لماذا يا رب يحمى غضبك على شعبك الذي أخرجته من أرض مصر بقوة عظيمة ويد شديدة؟ لماذا يتكلم المصريون قائلين: أخرجهم بخبث ليقتلهم في الجبال ويفنيهم عن وجه الأرض؟ ارجع عن حمو غضبك واندم على الشر بشعبك، اذكر إبراهيم وإسحاق وإسرائيل عبيدك الذين حلفت لهم بنفسك وقلت لهم: أكثر نسلكم كنجوم السماء وأعطي نسلكم كل هذه الأرض التي تكلمت عنها فيملكونها إلى الأبد. فندم الرب على الشر الذي قال أنه يفعله بشعبه. موقف عجيب جدا. ربنا شايف، موسى مش شايف. فموسى علشان مش شايف صعب عليه وقعد يتشفع في حين في الشعب، في حين ان ربنا قال له: بص الحق انزل، ولا اقول لك الشعب ده صلب الرقبة، اتركني انا افنيهم واصيرك ام عظيمة. انت وصلت المستوى روحي عظيم جدا. فزي اللي موسى ايه اتفاجئ، فاجئ خالص طبعا، وصعب عليه كل الجهد اللي فات. وده بيورينا يعني واضح ان ربنا مجرد بس ايه عايز يقول لموسى ان هم يستحقوا الفناء، يستحقوا العقاب، يستحقوا الهلاك، وانت الوحيد اللي ممكن يطلع منك يعني بذرة كويسة لشعب جديد نقي. ومع ذلك ربنا مجرد بيفتح لموسى كده السكة علشان موسى يطلع مشاعره كخادم. فبدأ يقول له إيه؟ يقول له: يا رب ده احنا عملنا مجهود كبير، ده احنا خرجنا من مصر بصعوبة بالغة، وبعد ضربات وبعد معجزات، والبحر يتفتح لنا وفرعون يغرق، وبعدين الشعب بعد كل ده ما يوصلش أرض الموعد، يموتوا، تفنيهم، يقولوا إيه الناس؟ يقولوا إيه الناس؟ ولادك اللي مشيوا معاك هلكوا، ولادك اللي طلعوا وراك هلكوا. شوفوا اللي بيقولوا موسى ده حتة صغيرة من اللي جوه قلب ربنا اللي دايماً قلبه علينا: ولا يشاء موت الخاطئ، لا يشاء موت الخاطئ. بعد ما تعب فينا كل التعب ده، وبعد ما بذل نفسه من أجلنا، وبعد ما عاش معانا سنين هذه عددها، كل واحد فينا اللي عايش معاه بقاله 50 سنة، واللي بقاله 60، واللي بقاله أكتر، واللي بقاله أقل، ربنا سنده وتعب معاه بسهولة كده يضحي بيه؟ لا، بس هو ربنا حب يخليها في شكل حوار كده. دول يستحقوا الهلاك. موسى قال له: أنا عارف يستحقوا الهلاك، لكن معلش اسمح لي أن أنا أتشفع فيهم من فضلك يا رب، وأحط لك كمان معايا شوية شفعاء تانيين، أذكر إبراهيم وإسحاق ويعقوب. دي ناس إيه؟ راحت السماء من زمان، يعني ثبت الأرض وثبت الحياة الأرضية بقالهم 400 سنة وأكثر، ومع ذلك ربنا موسى بيذكرهم وبيتشفع فيهم، بيتشفع بيهم، بيقول له: اذكر يا رب دول، يعني إبراهيم وإسحاق ويعقوب، دول يعني غالين عندك ودول ولادهم، فمن فضلك يا رب ما تسمحش انه يهلكوا. انت يا رب قلت ان انا اكثر نسلكم كنجوم السماء واعطي نسلكم كل هذه الارض، فمن فضلك يا رب، ده انت خرجتهم من مصر بقوة عظيمة ويد شديدة وتعبت معاهم، مش عايزين التعب ده يضيع ويروح حضر كده، لا من فضلك يا رب. فتضرع موسى
وطلب الايه؟ تضرع موسى وطلب الشفاعة وتشفع بإبراهيم وإسحاق ويعقوب. جميل الموقف ده. طبعا لحد كده موسى ما شافش أصلا الشعب عمل ايه، ما شافش المنظر، هو لما يشوف المنظر هيتصرف يعني بانفعال شديد، بس يعني هو لحد ما شافش. فربنا قال له طب خلاص يا موسى، ماشي يا موسى، مع ان ربنا شايف. ده بيورينا ازاي ان ربنا قاصد ان هي يحصل الحوار ده عشان يأكد ان الشعب يستحق الموت، وان الشفاعة لها اثر ايجابي عند ربنا. وده يمكن اللي بيعملوه القديسين لحد النهاردة. ان في ناس من اولاد ربنا بعد ما يكونوا ماشيين كويس يسقطوا من الايمان ويضعفوا وايمانهم يهتز. فربنا يبقى صعبان عليه بعد كل اللي انا عملته ده، وايمانكم كده وتصرفكم كده كانه مفيش ايمان خالص. انا بقول تعلموا مني فاني وديع متواضع القلب، وانتم بتدوروا كل واحد على كرامته ويتحمق ويغلط. ايه ده كده تبقوا شكلكم كده ولادي؟ فيك القديسين في السماء يقولوا له يا رب معلش، اذكر يا رب محبتك، اذكر انك انت يا رب افتديتهم بدمك، اذكر يا رب ان الانسان ضعيف ومرحمك يا رب تفوق على كل ضعفات البشر، اذكر مرحمك يا رب على العالم، اذكر مرحمك على اولادك، وهكذا. فالقديسين بيعودوا يتشفعوا فينا، هما واقفين قدام ربنا على طول، فيعودوا يتشفعوا فينا على طول، زي ما موسى كده كان واقف قدام ربنا بيتكلم معاه فيقدر يتشفع. القديسين اللي واقفين قدام ربنا يقدروا يتشفعوا. فانصرف موسى ونزل من الجبل ولوح الشهادة في يده، ولوحان مكتوبان على جانبيهما، من هنا ومن هنا كان مكتوبين، يعني من ناحيتين. اللوحان هما صنعة الله والكتابة كتابة الله. حاجة كده يعني الأرض ما شافتش زيها، ما شافتش زيها. منقوشة، والكتابة كتابة الله منقوشة على اللوحين. وسمع يشوع صوت الشعب في هتافه. احنا فاكرين المنظر، الوضع كان عامل ازاي؟ موسى ويشوع طلعوا، وبعد كده ساب يشوع عند مستوى معين وهو طلع كمل، قابل ربنا ويشوع فضل قاعد الاربعين يوم، وبعد كده موسى نزل ليشوع ومعاه لوحي الشهاده، وخد يشوع ونزل بيه يكمل تحت بقى عند الشعب. فاول ما قربوا شويه سمعوا صوت هيصه، ناس بقى بتغني وبتشرب وبترقص وبتهيص وبتلخبط. فسمع يشوع صوت الشعب في هتافه، فقال لموسى صوت قتال في المحلة. فقال ليس صوت صياح النصرة ولا صوت صياح الكسرة، بل صوت غناء أنا سامع. وكان عندما اقترب إلى المحلة أنه أبصر العجل والرقص، فحمي غضب موسى وطرح اللوحين من يديه وكسرهما في أسفل الجبل. ثم أخذ العجل الذي صنعوه وأحرقه بالنار وطحنه حتى صار ناعما وذره على وجه الماء وسقى بني إسرائيل. صوت قتال في المحل. بفتكر كلام السيد المسيح في يوحنا 8 لما قال على الشيطان أن ذاك كان قتالا للناس منذ البدء، هو بيقود الناس في الآخر يقتلوا في بعض، في الآخر يهلكهم، في الآخر يهلكهم، الإنسان يهلك. فيقول لك ده كان قتالا للناس منذ البدء. فموسى يشوع بيقول له ده صوت قتال، قال له أنا سامع ده ده صوت غناء ده ولا المهم راح بقى بص لقى العجل ولقى الرأس، فطبعا يعني غضب، يعني ما كانش متصور. مع ان ربنا قال له، يعني ربنا قال له في عدد 8 انه فسد شعبك وزاغوا سريعا وصنعوا لهم عجلا مسبوكا وسجدوا له وذبحوا له، ده ربنا قال له على التفاصيل، بس ما كانش يعني متصور ان يكون الشعب وصل للمرحله دي
مش متصور. احنا لو ربنا كشف عينينا على البشاعة بتاعت الخطية اللي موجودة في العالم على كافة المستويات، ما نقدرش نستحمل، ما نقدرش، ما نقدرش. من الحاجات الصعبة أحيانا للكاهن إنه ساعات يتعرض لظروف شبيهة بإنه يسمع اعترافات صعبة. عايزة نعمة من ربنا عشان الإنسان يتجاوز الحاجات دي. صعب خالص، إزاي ممكن البشر يوصلوا لكده؟ ممكن البشاعة بتاعت الخطية توصل للمستوى ده؟ لو الإنسان مجرد بيسمع كده، في ناس بتموت بعضها، وفي ناس بعيد عننا بتزني، وفي ناس بتعمل كده، طيب. بس الإنسان ما بيبقاش متصور البشاعة غير لما يشوفها بعينيه، ما يقدرش. موسى ما قدرش، راح رامي اللوحين تحت في سفح الجبل. طبعا اللي راح هناك الجبل صعب جدا يعني، وفي أي لحظة، لأنه في الطريق زي حلزوني كده طالع وغير منتظم، وجنب الطريق على طول فيه يعني هو عميقة وحتت يعني جبال ضخمة جدا وهاوية يعني من كل الجوانب. راح رامي اللوحين، معرفش، هل رماهم من الغضب وهو مش واعي؟ هل رماهم لأنه حس إن الشعب ما يستاهلهمش؟ هل رماهم لأنه حس إن هم كسروا الوصية فهو قال خلاص كده كسروا الوصية، وراح هو كمان يعني زي عايز يصور إن هم كسروا الوصية بالمنظر ده؟ ربنا اللي طلعهم أهانوه لما عملوا كده، مش عارف، لكن هما في الآخر كانوش يستاهلوا فعلا. طبعا أول ما جه، تمام يا فندم، ها انتباه، طبعا راح جاي أخذ العجل وحرقه وطحنه، ويقول لك وذره حتى صار ناعما وذره على وجه الماء وسقى بني إسرائيل. دي ليها معاني كتيرة، يعني من ضمنها مثلا إنه الإنسان بيشرب من أعماله، يعني هو يعمل شر يشربه، بيعمل خير هيحصد النتيجة بتاعته، هيزرع شوك هيتشوك، هيزرع حنطة قمح هيشبع. ثم أخذ العجل الذي صنعه وأحرقه بالنار وطحنه، يعني حاول ما يخليش أي أثر للخطية، أي أثر. وإذا كان الحاجات دي يعني ممكن تكون سامة، المواد نفسها الذهب يعني المفروض ما يتاكلش يعني وما يتبلعش، ده معناه إن الإنسان الخطية بتسمم، الخطية بتسمم الإنسان من جوه، مش حاجة بسيطة ولا هينة. الخطية مش حاجة بسيطة ولا هينة. يقول لك معلش راحوا ورقصوا وعملوا وسووا ولخبطوا وتصرفوا تصرفات وحشة، وبعدين يقول لك معلش، وتاني يوم ممكن يروحوا الكنيسة. دي كده ودي حاجة ودي حاجة. يعني ايه؟ يعني هو مش مدرك انه الخطية والنجاسة تفصل الإنسان عن ربنا. ما ينفعش، لا شركة لنور مع الظلم. الخطية تسمم الإنسان، تسمم الإنسان. حد عنده تعليق على الحتة دي أو إضافة؟ أنا عايز أسمع لو في هارون كان رئيس كهنة، كان مفروض يعني يحاول، لا يا جماعة ما صحش، يعمل حاجة. هارون أعلن عجل هذا الحلقان وعمل حاجة. أيوة أنا فهمت،
يعني واضح ان هارون كقائد اولا ما كانش له العلاقه القويه بربنا زي موسى، وكان خايف اتجمعوا عليه فعايز يرضيهم، فقال لهم طب انا اعمل لكم فكره كويسه، اعملوا كذا كذا وانا اساعدكم. بس ده القائد الزمني اللي هو لما الناس تضغط عليه يرضيهم، لكن القائد المعين من الله القائد الروحي ده بياخد توجيهاته من ربنا، بيقاد مش من الخلف، بيقاد من الامام، ربنا بيقوده من الامام مش بيتزق من ورا، ها هو اللي بيقود. هارون ده كان بيقاد من الخلف، يعني بيتزق زقوره عامل، ها لا موسى مش كده، موسى بياخد من ربنا، فالقائد مظبوط هو اللي يجرهم وراه، هو بياخد قيادته من ربنا مش من الناس، بيسمع لصوت ربنا مش بيسمع لصوت الناس. زائد ان هارون ما كانش كان مجرد يعني هو قائد بديل لانه ما لقوش غيره، لكن هو ما كانش قائد برضه، هو مش معين من الله، هم لقوه حد من ريحه موسى، يعني اخوك كبير، تعال انت، تعال انت بقى اللي فاضل، شوف لنا حل. زائد انه ما لجأش لربنا، ما لجأش وما صلاش، يا رب اتصرف ازاي؟ اعمل ايه؟ ارد عليهم واقول لهم ايه؟ مع انه طبعا هارون شاف موسى كان بيعمل كده، كانوا بيضغطوا على موسى كتير، فموسى كان يصرخ لربنا وربنا يرشده يعمل كذا او ما تعملش كذا، لكن هارون ما سمعناش خالص ان هو لجأ لربنا خالص، ضغطوا عليه جمعوا عليه طيب رضيهم بقى وخلاص. اكيد اكيد هيتعاقب، يعني اكيد هيتعاقب. طبعا كان ممكن يفكرهم بكل الحاجات دي، طبعا طبعا. عايزه تقولي حاجه؟ طب دي الميكروفون. انا عايزه اقول انه هارون كان زيه زي الشعب في الوقت ده، هو لسه ما كانش رسميا لبس لبس الكهنوت واستلم الكهنوت، وكان ضعيف برضه، وكل فكره زي ما كانوا الناس شايفه الالهه قصادهم في ارض مصر، وهو ده كده شكل الاله، وهو ده كده مجد الاله، اعمله من ذهب واقف اسجد له، فكانت نفس الصوره دي لسه هو كمان في ذهنه، برغم انه قعد مع موسى كل ده، زي ما انسك قلت هو ما كانش ليه علاقه بربنا لسه. وانا شايفه ان هو يعني ما اعرفش، انا بحسها ان هو قال ايه، طب يعني حطوني في وضع قياده، طب يعني ابقى قائد بقى، يعني هو يعني زي كانه غار من موسى مثلا، موسى قائد الشعب، طب انا دلوقتي اتحطيت في موضع قياده، طب اخذ على طول القرار ان هو يقود ويعمل ويقول رايه من غير ما يلجا لربنا زي ما المفروض انه كان يلجا لربنا او يسال او يصلي. فهو ما كانش في وضع خبره، ولا انه يكون خبره روحيه ولا خبره كقياده، يعني الاثنين مظبوط. هو كان قال انا قلت له ما عملش كده عشان موجود، هنشوف هنقراها دلوقتي. انا كنت عايزه اقول حاجه سابونا دلوقتي، يعني هو في البداية خالص موسى لما قال له يعني لساني مش كويس ما بعرفش أتكلم، وقال له خد هارون، يعني وكل هارون النيابة عنه، هارون ما عرفش نسي الكلمة دي اللي ربنا قالها ولا إيه، مش عارف إيه اللي يعني فعلا الأذهان انطمست خالص، يعني فعلا دي حاجة تانية. حاجة كنت عايزة أعلق على اسمه إيه دوت موسى، طب لما ربنا قال لك يا موسى مالك منزعج ليه؟ يعني المفروض يكون يعني في تنشن، يعني هو ربنا مهد له يعني ومع ذلك ما كانش متصور ان الموضوع يبقى بالبشاعه دي. ياس صحيح. فانفعل وغضب وحمي غضبه. هو عنده حق جدا، يعني حمي غضبه. هم ما يستاهلوش بقى. الجزئية دي اللي أنا بأكد عليها يا ابونا، من هي وطرح اللوحين من يديه وكسرهما في أسفل الجبل. طب دي كده ما كانش موسى قادر إن هو ياخد كلام ربنا ويقدر إن هو يتعامل معاهم إزاي تاني وهم في النجاسة وكل الحاجات دي؟
من غير ما يكسر اللوحين والتعب اللي هما تعبوه ده كله، ان هو يروح كده هدر ما لوش لازمه. هيبان انا هنقرا هنكملها. وقال موسى لهارون: ماذا صنع بك هذا الشعب حتى جلبت عليه خطيه عظيمه؟ ايه ده؟ ايه اللي انت عملته يا هارون ده؟ عملوا لك ايه علشان يعني هنا خطيه هارون كانت جت على الشعب كله، خلى الشعب كله يعبد الاصنام. يعني القائد لما يغلط، القائد لما يضعف، القائد لما ينحرف، الشعب كله يهلك يضل. فقال هارون: لا يحمى غضب سيدي، انت تعرف الشعب انه في شر. في السبعينية يقول: أنت تعرف الشعب أنه مندفع، يعني كانوا ضغطين عليه باندفاع فهو معرفش يقف وسطه. وهو القائد ما ينفعش، القائد ده ثابت في صخر، ثابت على المسيح، مفيش حاجة تهزه، ولا اندفاع ولا طيارات ولا غيره، مادام يثبت على الحق مفيش حاجة تهزه أبدا. فقال هارون: لا يحمى غضب سيدي، أنت تعرف الشعب أنه في شر أو أنه مندفع. فقالوا لي: اصنع لنا آلهة تسير أمامنا، لأن هذا موسى الرجل الذي أصعدنا من أرض مصر لا نعلم ماذا أصابه. فقلت له: من له ذهب فلينزعه ويعطني. فطرحته في النار فخرج هذا العجل. لذيذة، ها؟ راح رميه في النار كده راح طلع كده زي الست اللي بتطبخ، ها؟ بتحط البامية في النار تطلع متسبكة. يا سلام، دي لازم تقعد مقادير معينة وتقلب بطريقة معينة ودرجة النار درجة معينة، كل ده عشان تطلع طبق طبيخ يعني. لكن عجل بالشكل ده هيطلع كده لوحده؟ زي آدم لما قال: المرأة التي أعطيت، يعني مش عايز يعترف ان هو غلط، مجرد ايه يعني انه هو اللي حصل، حطيناه في النار وطلع عجل وخلاص. فلما راى موسى الشعب انه معرا لان هارون كان قد عراه للهزء بين مقاوميه، ادي معنى انه ان الشعب بدا ايه لما قريناها في عدد 6: جلس الشعب للأكل والشرب ثم قاموا للعب. أكل وشرب يعني شرب وخمر، واللعب ده نتيجة بقى السكر. الإنسان ممكن يبقى مش دريان بيعمل إيه ويتعرى، فلقوا زي ما حصل مع نوح، هو مش دريان بدون إرادته، وزي ما بيحصل مع كتير، تبص تلاقيهم استهان انه يشرب، يقول لك مفيش مانع الواحد يشرب، حاجه بسيطه، حاجه بسيطه دي ممكن تقوده الى انه يضيع خالص. يعني انا مش عايز بس ازعجكم، لكن من حالات الاغتصاب اللي بين الطالبات اللي بيشربوا وبيسكروا مفزعه. بيشربوا مع صحباتهم بس خلاص وسكرت، ما اسهل بقى. وفاكرين بنات لوط لما شربوا، ما ادريش في منتهى الخطوره. الانسان لما يستهين بحاجه بقى يعني يقول كاس مش عارف ايه، ده يجر ده، يبقى في النهايه هم اتعروا بقى، حالتهم فظيعه، قاموا للعب. ولما راى موسى الشعب انه معرا لان هارون كان جت الذنب جاي على هارون، لان هارون كان قد عراه للهزء بين مقاومه، يعني ادي نتيجه الشرب، وادي نتيجه الخطيه بتجر الانسان من انحدار لانحدار لانحدار لحد لما يعني يبقى هزء. يقول في سفر الأمثال: لا تكن بين شريب الخمر بين المتلفين أجسادهم. في أمثال 23 الحقيقة يعني
عامل زي أنشودة شعر كده يعني صعبة جدا ضد شرب الخمر، من أول عدد 29. هي طبعا لا تبون بين شريب الخمر دي في عدد 20 أمثال 23. في عدد 20 يقول لا تكن بين شريب الخمر بين المتلفين أجساده، لأن السكير والمسرف يفتقران والنوم يكسو الخرق. ده ناحية إنه السكير والمسرف هيفتقران ويبقى مش لاقي حاجة ينام عليها. وبعد كده من عدد 29 بقى بيقدم أنشودة في يعني في إيضاح شر الشرب والخمر. لمن الويل؟ لمن الشقاوة؟ لمن المخاصمات؟ لمن الكرب؟ لمن الجروح بلا سبب؟ لمن ازمهرار العينين؟ للذين يدمنون الخمر الذين يدخلون في طلب الشراب الممزوج. لا تنظر إلى الخمر إذا احمرت حين تظهر حبابها في الكأس وساغت مرقرقة، في الآخر تلسع كالحية وتلدغ كالأفعوان. عيناك تنظران الأجنبيات. لما الإنسان يسكر بقى يبتدي يفقد السيطرة على نفسه، عينيه تبتدي تروح بقى في اتجاهات وحشة خالص، وقلبك ينطق بأمور ملتوية يبتدي خطرف ويطلع كلام وحش، وتكون كمضجع في قلب البحر أو كمضجع على رأس سارية. مضجع في قلب البحر يعني الموج عمال إيه يلطش فيه، أو على رأس سارية يعني إيه واحد كده متعلق على سارية والهواء عمال يميل بيجيبه يطوح بيطوح يعني يقصد يطوح. يقول ضربوني ولم أتوجع، لقد لكؤوني ولم أعرف متى أستيقظ أعود أطلبها بعد. فده شعر ضد الخمر يعني. فأدي نتيجة الشرب واللعب والنجاسات، ويقول لك عراه للهزء بين مقاومين. لما رأى موسى الكلام ده وقف موسى في باب المحلة وقال من للرب فإليه. مين لربنا يجيلي؟ طبعا اللي جوله مين؟ اللي مش سكرانين يعني، اللي فايقين وصحين. وقال من للرب فإليه، فاجتمع إليه جميع بني لاوي فقال لهم هكذا قال رب إلى إسرائيل، ضعوا كل واحد سيفه على فخذه ومروا وارجعوا من باب إلى باب في المحلة، واقتلوا كل واحد أخاه وكل واحد صاحبه وكل واحد قريبه. غالبا يعني يقتلوا السكرانين العريانين اللي عملوا كده. ففعل بنو لاوي بحسب قول موسى، ووقع من الشعب في ذلك اليوم نحو 3000 رجل. وقال موسى املأوا أيديكم اليوم للرب حتى كل واحد بابنه وبأخيه فيعطيكم اليوم بركة. يعني يقصد إيه؟ يقصد أنه إزالة النجاسة، تنقية شعب ربنا من النجاسات، إزالة الدم الفاسد من الجسد. الدم فاسد من الجسد يتشال. تقولي طب الموت ده نزيف، ده في ناس هتموت، ده ممكن يكون تنقية مهمة زي استئصال لعضو فاسد موجود في الجسم، وجوده في الجسم واستمرار وجوده يبهدل الجسم ويفسد الجسم كله. وكان في الغد أن موسى قال للشعب أنتم قد أخطأتم خطية عظيمة، فأصعد الآن إلى الرب لعلي أكفر خطيتكم. فرجع موسى إلى الرب وقال قد أخطأ هذا الشعب خطية عظيمة وصنعوا لأنفسهم آلهة من ذهب، والآن إن غفرت خطيتهم وإلا فامحني من كتابك الذي كتبته. فقال الرب لموسى من أخطأ إلي أمحوه من كتابي، والآن اذهب اهدي الشعب إلى حيث كلمتك هو ذا ملاكي يسير أمامك، ولكن في يوم افتقادي أفتقد فيهم خطيتهم. فضرب الرب الشعب لأنهم صنعوا العجل الذي صنعه هارون. واضح أن موسى الموقف كان صعب عليه، وبعدين فقد اللوحين بتوع الشريعة، فعايز يطلع على ربنا يكلمه تاني، ومكسوف طبعا يقول له اديني تاني اللوحين، لكن على الأقل قال أنا أطلع إيه أتشفع وشوف ربنا هيقول إيه في الآخر. فطلع قال أنا أتشفع. طبعا محدش يقدر يكفر الخطايا غير، لكن دي بتورينا
انه كان في محتاجين تكفير عن الخطايا، احنا محتاجين تكفير. موسى رايح يتشفع بالكلام، لكن هيقدر يعمل ايه؟ وقال له يعني الشعب اخطا، ولو سمحت اغفر ليهم والا امحوني. زياده دي شويه. فربنا قال له بص يا موسى حبيبي، انا عادل، انا ممكن اغفر بس انا عادل، من اخطا الي امحوه من كتابي، مش انت. ما تحطش نفسك مكانه، انت ما تقدرش تحط نفسك مكانه. انا اللي هحط نفسي مكان العالم بعد كده كشفيع كفاري وحيد. لنا شفيع واحد كفاره عن كل خطايانا اللي هو ربنا يسوع المسيح، هو الوحيد اللي يقدم الشفاعه الكفاريه. انت يا موسى كويس انك انت بتصلي وبتتوسل، لكن من اخطا امحوه من كتابي، مش انت. انت تقوم بمهمتك، تروح تعلم الشعب وتهديهم، هي دي مهمتك بس. لكن بعد كده اللي يغلط هو ده اللي هيتحاسب. الموقف بتاع العجل ده موقف لا ينسى، ما ينفعش يتفوت كده. ربنا طيب وحنين، بس في مواقف ما تتفوتش، وخاصة ان الشعب نفسه ما تابش. فالموقف ده موقف لا ينسى، وحيجي يوم افتقاد من ربنا، والإنسان اللي غلط بيدفع الثمن ولو بعد حين. طول ما الإنسان ما تابش ده موضوع خطير جدا جدا، لازم الإنسان يقدم توبة علشان ربنا يغفر. فقال له في يوم افتقادي افتقد فيهم خطيتهم، هيجي يوم افتقاد وافتقد فيهم خطيتهم دي، انا علشان خاطرك انا هكمل معاهم وهبعت ملاك، هو ذا ملاكي يسير امامك. طبعا لسه الحديث بين ربنا وموسى هيكمل في الاصحاح 33، هناخده الاسبوع اللي بعد اللي بعد العيد ان شاء الله، يعني كمان 3 اسابيع هنكمل الحديث ده، وهنشوف موسى بدا يناقش ربنا يعني ايه ملاك، يعني مش انت يعني هتسيبنا. المهم يعني هنشوف بعد كده هيحصل ايه. لكن ربنا قال لموسى، قال له الموضوع مش يعني مش مثلا ايه خلاص صافي يا لبن، لا، الحكايه ما تجيش كده. فيش واحد يغلط بعناد وباصرار وبعدم ايمان وبكبرياء وباندفاع وبعدين يقول خلاص ربنا سامحني، ده يبقاش عدل. فربنا يسامح التايب، ولكن الانسان لازم يحصد ثمره من أعماله إذا كانت حلوة أو مرة. وفي يوم افتقادي أفتقد فيهم خطيتهم، ولربنا كل مجد وكرامة إلى الأبد. طيب عندي تعليق على إن ربنا يعني هو كان عارف إن هيحصل كده، إن هيحصل الشعب هيعمل كده طبعا بعلمه السابق، لكن في نفس الوقت لماذا سمح يعني انه يكون كده؟ لا، هو علمه السابق ده عارف كل حاجه، لكن هو بيدي فرصه للانسان باراده حره يتصرف. ايوه، الانسان بيتصرف باراده حره، يمشي ورا ربنا بايمان او يكحد ربنا ويدور على حاجه ماديه يمشي وراها. فربنا بعلمه السابق يعرف كل حاجه، لكن ما بنخلطش بين الاثنين. علم السابق ده تراك، والتراك الثاني انه تعامله معانا بحسب ارادتنا الحره، يعني سيب لنا الحريه. ده تراك وده تراك، ما نلخبطهمش على بعض. اوكي، شكرا. حد عنده تعليق او سؤال؟ طيب الاسبوع الجاي طبعا كل سنه وانتم طيبين هيبقى في الفسخه، يوم الاربعاء اللي بعد العيد ابونا مرقس بقى اللي هيكون معاكم، عشان انا هكون عندي مؤتمر للكهنه بره شيكاغو، وان شاء الله اكون معاكم الاسبوع اللي ورا. سنة وانت طيبين. تفضل نصلي. بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. يا ربنا الحبيب يسوع المسيح، نشكرك من كل قلوبنا، انت رب اللي اعطتنا وصاياك المحييه واعطتنا كل الامكانيات يا رب ان احنا نعيش حسب وصاياك ونتممها بكل دقه واتقان. ادينا يا رب القوه والنعمه ان احنا نفرحك ونتمم عملك، ادينا ان احنا نعيش معك بالايمان يا رب،
حتى وإن كانت عينينا مش شايفة دلوقتي، أو مرينا بضيقات، أو حسينا أنك أنت سبتنا، لكن أنت يا رب عمرك ما سبتنا، أنت دايما معانا محوط علينا وبتجهز لنا كل حاجة حلوة. ادينا يا رب إن احنا ننتظرك وننتظرك ونتبعك بكل قلوبنا، ونخافك ونطلب وجهك، وثقين يا رب أنك لا تخزنا بل تصنع معنا حسب كثرة مراحمك وحسب دعاتك وتقبلنا إليك. اسندنا بيمينك واغفر لنا خطايانا. بركة أمنا ست العذراء، بركة كل مصاف قديسيك، اقبلنا عندما نصلي بالشكر. أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، أن لك الملك والقوة والمجد. محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، شركة موهبة وعطية الروح القدس تكون معكم. أمدوا بسلام، سلام الرب يكون معكم.